مرحبا، يسعد لي اوقاتكم. هذا الفيديو خاص للسيدات الحوامل والجدد بهولندا، اوكي؟ اذا كنتوا لاجئين وحبلتوا هون وبدكم تجيبوا ولد بهولندا لاول مره، اكيد ففي امور انا بدي هذا الفيديو بدي اوضح لكم لحتى يكون عندكم شويه فكره شو ممكن يصير اثناء الولاده، الحبل، كيف رح تصير الامور. اول شيء صعب جدا ليولدوكي قبل ال 39 اسبوع، يعني بتكون 9 شهور وعديت ال 9 شهور، مستحيل قبل ال 39 اسبوع. اصدقائي هون بيقولوا لك بالاسبوع، ما راح يقولوا لك انت صار لك شهرين حامل، 3 شهور حامل، لا، بيقولوا لك صار لك 20 اسبوع حامل، 15 اسبوع حامل، اوكي؟ هي نقطة. النقطة الثانية انه رح يصير في كتير مواعيد رح يجيكي، في طبعا تروحي على فيرلوسكوندخي، هاي مثل العيادة، بيفحصوكي، بيفحصوا وضع الجنين، بيشوفوا اذا كله تمام، ايكو، بيشوفوا دقات القلب، ضغط الدم، انت اليك دقات القلب الولد، يعني اهتمام تام للولد. هون كتير بيهتموا بهالقصص. فهذا الفيديو اصدقائي للناس اللي لسه ما عندها فكرة، للنساء الجدد بهولندا، انه مفكرة انه نحن والله هون مثل بلادنا او شيء. لا اصدقائي، هون في اهتمام زيادة. بعد ما تعدي فترة 7 شهور او 8 شهور رح يصير في مواعيد بكثرة، اوكي، وبالمشفى، يعني قبل ما تولدي رح يجيك كتير مواعيد، بدك تروح على كتير مواعيد بالمشفى، محل ما رح تولدي، اسئله، بعرف شو، وهيك رح نساوي، وهيك ما رح نساوي، يعني هيك، يعني رح تدوخي، بس يعني لا تزعلوا، لانه كل شيء لصالحك ولصالح الولد، اوكي؟ شغله كتير مهمه انه في شيء اسمه كرام زورخ، هاي الكرام زورخ بتجي على البيت بعد الولاده، بتهتم فيكي، بتهتم بالولد، بتعلمك كيف تحمم الولد، كيف تطعم الولد، كيف تبدلي الولد. يعني انا عم بحكي مو لكل النساء، في كثير نساء بتعرف، بس كرام زورخ فعلا مهمه كثير بالبيت، بتنظف لك البيت، لانه اول فتره اكيد ما رح تقدري تمشي، ما رح تكوني تعبانه، ف هي الكرام زورخ بتجي بعتقد بتضلها من 6 ايام ل7 ايام، وكل يوم تقعد 6 ساعات 7 ساعات 5 ساعات حسب التأمين اللي انتو عاملينه. يعني انا عم حاول اختصر قد ما فيني مشان ما اطول بالفيديو، بس اصدقائي كل الحكي مهم لكل امرأة حامل، والله يوفقها اكيد، بس انا حبيت حطكن اذا لانه ممكن يجيكم تليفون يقولكم او يقولكم نحن كرام زورف بدنا نجي لعندك البيت، وانت لسه ما بتعرفي الموضوع، ما بتعرفي شو بدك تقولي لهم شو هن الكرام زورف. فمشان هيك انا عم اوضح لكم صوره من هلا. كرام زورف مثل ما قلت لكم بتجي بتهتم بالولد، بتهتم فيكي، بتنظف لك البيت، بتطبخ لك، بتعرفي انت هلا يعني رح تكوني بوضع شوي صعب، هن بيقدروا هالشيء حسب التامين اللي انتو عاملينه. فاصدقائي انا لهون بكون وضحت الفكره شوي، بعتذر على تاخير الفيديو اصدقائي، بس جدا مهم. تحياتي لكم، بتمنى اذا استفدتوا لكل امراه موجوده بهولندا وحامل، والله يوفقها، وان شاء الله يا رب تقوم بالسلامه والخلقه التامه لكل العالم او لكل النساء الجدد بهولندا، اوكي، وما عندها فكره بالموضوع. الله يوفقكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. لا تنسوا تشتركوا بالقناه، فعلوا زر الجرس، والله يوفقكم. باي باي.